لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الأخيار وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، كثير من الناس يشكو عدم قدرته على الاستمرار والثبات على الطاعة بعد رمضان، بل وكثير من الناس قد يشكو قسوة قلبه وجمود عينيه، بل وكثير من الناس يشكو جرأته على انتهاك حرمات الله جل وعلا. صام رمضان شهرا كاملا، وقام ليلة، وقرأ القرآن الكريم، وداوم على الذكر والاستغفار والعمل الصالح، لكن قد يصاب الكثيرون بعد انتهاء الليلة الأخيرة من شهر رمضان، لا أقول بحالة من الفتور، ولكن لا أبالغ إن قلت قد يصاب الكثيرون بحالة من حالات الانتكاس، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيشكو قسوة قلبه وجمود عينيه، بل ولا يستشعر لذة الطاعة وحلاوة العبادة التي كان عليها في رمضان. وإذا خلا بعد رمضان، لا أقول بأيام بل بساعات، إذا خلا بنفسه ربما يجد من نفسه الجرأة على انتهاك حرمات الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجة والبيهقي وغيرهما من حديث ثوبان، أنه صلى الله عليه وسلم قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء. أرجو أن تتدبروا معي في هذه الكلمات النبوية البليغة، يقول الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: إني لأعلمن أقواما من أمتي
يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا أرحم الراحمين، فيجعلها الله هباء منثورا. أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، يعني يصلون الليل يقيمون الليل لله جل وعلا، ومن جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، وهم منا هم إخواننا. إذن ما السبب الذي جعل أعمالهم وحسناتهم هباء منثورا؟ يقول الصادق الذي لا ينطق عن الهوى وتدبر الحديث معي كاملا: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا. أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويتكلمون بألسنتكم، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، لا يتورع إن كان في الخلوة أن ينتهك محارم الله، وحتما سيصل بعد هذه المرحلة إلى مرحلة أخطر، ألا وهي مرحلة الجهر بالمعصية بلا خجل أو حياء من الله. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عمله فيصبح وقد ستره الله جل وعلا، فيقول: يا فلان يا فلان إني عملت البارحة كذا وكذا، أي من أعمال الذنوب والمعاصي. يقول الصادق: يبيت وقد ستره الله عز وجل، فيصبح يهتك ستر الله عليه. شتان شتان بين المؤمن الذي ذاق حلاوة الإيمان وبين المؤمن الذي ذاق طعم الإيمان وأشرق نور الإيمان في قلبه، وبين الفاجر وبين الفاجر. فالمؤمن يرى ذنوبه ولو كانت صغيرة قليلة كأنه يقعد تحت جبل يخشى أن يخر عليه الجبل في أي ساعة من ليل أو نهار، لا يحتقر ذنبا أبدا ولا يستهين البتة بمعصية، وإنما تراه دائما خائفا وجلا من الله جل وعلا. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت أم المؤمنين عائشة: يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمرة؟ قال: لا يا بنت الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخشى ألا يتقبل الله منه. والحديث رواه الإمام أحمد وغيره بسند صحيح. فالمؤمن دائما أبدا تراه وجلا خائفا من الله جل وعلا، لا يستهين بمعصية ولا يحقر ذنبا من الذنوب، بل ويخشى من حالة الفتور التي تنتابه في أي مرحلة من مراحل سيره إلى الله جل وعلا. اعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله تعالى بقلبه وهمته لا ببدنه. مسافات الدنيا ومسافات الأرض تقطع بالأبدان، لكن الطريق الموصل إلى الرحيم الرحمن يقطع بالهمم والقلوب والإرادات الصادقة. اعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله تعالى بقلبه وهمته لا ببدنه.
فالتقوى في الحقيقة تقوى القلوب لا تقوى الجوارح. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وأشار سيد المتقين وإمام المرسلين صلى الله عليه وسلم يوما إلى صدره الشريف وقال: التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا. نعم أيها الأحبة، يقول عبد الله بن مسعود والأثر في صحيح البخاري: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر، أعاذني الله وإياكم من الفجور، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب سقط على أنفه فقال به هكذا، أي فذبه فطار. يستهين الفاجر بالذنب ويحتقر الفاجر المعصية، أما المؤمن لا ينظر إلى صغر المعصية، وإنما ينظر في حق من أذنب وعصى، ينظر إلى عظمة الله وجلال الله. فإذا امتلأ القلب بمحبة الله وعظمة الله وجلال الله لا يستهين العبد حينئذ بمعصية في جنب الله وإن كانت صغيرة من الصغائر، لأن كثيرا من الناس يستهينون بالصغائر ومع ذلك يجد قلبه في وقت من الأوقات لا يسمع عن الله ولا يتأثر بقرآن الله ولا يستشعر لذة الطاعة وحلاوة الصلاة ولا يستشعر حلاوة قراءة القرآن أو حلاوة سماع القرآن. لماذا؟ لأنه استهان بالصغائر فتراكمت الصغيرة على الصغيرة وتركت كل صغيرة بقعة سواد في القلب ونكتة سواد في القلب ولم يتب إلى الله لأنه استهان بالصغيرة فتركت الصغيرة أثر سواد في القلب. ثم جاءت صغيرة أخرى وجاءت صغيرة ثالثة ورابعة فتكون على القلب بقعة من السواد ربما تصل في مرحلة من المراحل إلى حد الران. قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والترمذي وغيرهما: إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع واستغفر، فإذا تاب ونزع واستغفر سقل قلبه. سقل قلبه أي أصبح قلبه كالمرآة الصافية. فإن عاد أي إلى الذنب عادت، فإن زاد زادت، فذلك الران الذي قال الله فيه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. تدبروا هذه الكلمات التي تكتب بماء العيون الخاشعة. قال شيخنا وحبيبنا ابن القيم لله دره: إذا استنار القلب بنور الطاعة أقبلت وفود الخيرات إليه من كل ناحية فينتقل صاحبه من طاعة إلى طاعة. أكرر على سمعك وقلبك: إذا استنار القلب بنور الطاعة، إن للطاعة نورا في الوجه ونورا في القلب وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للمعصية سوادا في الوجه وظلمة في القلب وظلمة في القبر ووهنا في البدن وضيقا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. فإذا استنار القلب بنور الطاعة أقبلت وفود الخيرات إليه من كل ناحية فينتقل صاحبه من طاعة إلى طاعة، لا فرق عنده بين رمضان وشوال، والله الذي لا إله غيره لا يزيد في أعماله ولا في طاعاته في رمضان عن بقية الشهور، لأن له برنامجا وله منهجا وله غاية وله هدفا مع الله تبارك وتعالى، لأن له غاية يريد أن يصل إليها.
فعمله لا يزيد في رمضان لا في غير رمضان، ربما لا يزيد فقط إلا بصيام النهار، وإلا فهو في بقية الأيام يصوم. أما الليل فهو لا يضيع ليلة إلا وهو بين يدي ربه جل وعلا، لا يحتاج إلى أن يدرب بصره عن الغض عن الحرام، ولا يحتاج إلى أن يدرب لسانه عن الكف عن الغيبة والكذب والنميمة. هو كذلك في رمضان في غير رمضان، أنا لا أنكر أن لرمضان من الفضائل والخصائص والخيرات ما لا يتوفر لغيره من الشهور، لا أنكر ذلك، لكن المؤمن والله لا يزيد عمله باستثناء صيام نهار رمضان، وإلا فله ورد مع القرآن، محافظ على الصلوات، محافظ على قيام الليل، محافظ على النفقة، محافظ على الذكر والاستغفار، دائم التفكر والتدائم للتفكر والتدبر، إلى غير ذلك من أعمال الطاعات والعبادات التي تلبس بها في رمضان. إذا استنار القلب بنور الطاعة أقبلت وفود الخيرات إليه من كل ناحية، فينتقل صاحبه من طاعة إلى طاعة. وأرجو أن تنتبهوا أيها الأفاضل بأن هذه الكلمات من علامات قبول التوبة، أكرر، من علامات قبول التوبة أن ينتقل التائب من طاعة إلى طاعة، وأن يرتقي في حاله مع ربه سبحانه وتعالى، لا يشعر بالفتور بل يشعر بالهمة العالية والإرادة الصادقة. الفتور له حالتان، الحالة الأولى هي حالة التراخي، فترى يفتر فتورا أي لان بعد شدة وضعف بعد حدة، هكذا قال ابن منظور وغيره في لسان العرب. أما الحالة الثانية وهي الخطيرة فهي الانقطاع بعد الاستمرار، وهذه حالة انتكاس، الانقطاع بعد الاستمرار، أن ينقطع عن طاعة كان مستمرا عليها في رمضان، هذه حالة من حالات الانتكاس، فهي أخطر حالات الفتور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اسمع إلى الكلمات المقابلة: وإذا أظلم القلب بظلمة المعصية أقبلت سحائب البلاء والشر إليه من كل ناحية، فينتقل صاحبه من معصية إلى معصية، ويصبح كالأعمى الذي يتخبط في حنادس الظلام. لا حول ولا قوة إلا بالله. أكرر عليكم هذه الكلمات: وإذا أظلم القلب بظلام المعصية، بظلمة المعصية، أقبلت سحائب البلاء والشر إليه من كل ناحية، فينتقل صاحبه من معصية إلى معصية، ويصبح كالأعمى الذي يتخبط في حنادس الظلام. هذا من شؤم المعاصي، شؤم المعصية في الدنيا والآخرة. فالعاصي ينتقل من معصية إلى معصية إن لم يتبع السيئة الحسنة، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. إذا تكون الران على القلب فمن العسير جدا أن يسمع صاحب هذا القلب الذي علاه الران، من العسير أن يسمع عن الله وعن رسوله، ربما يسمع القرآن كله لكن لا تدمع عينه ولا يخشع قلبه ولا تلين جوارحه ولا يلين جلده. لماذا؟ لأن الران حجب القلب عن السماع عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فينتقل صاحب هذا القلب الذي أظلم بنور، الذي أظلم بظلمة المعصية وحرم من نور الطاعة، ينتقل من معصية إلى معصية ومن انتكاسة إلى انتكاسة، فيصبح كالأعمى الذي يتخبط في حنادس الظلام. فمن بركات الطاعة أيها الأفاضل أنها تطهر القلب من الظلمة، من ظلمة الذنوب والمعاصي.
وتحبب العبد إلى الرب. ويا لها ورب الكعبة من كرامة لو تدبرناها لطاشت عقولنا من بركات الطاعة، أنها تحبب العبد من الرب، ويحب الرب جل وعلا عبده الطائع. وآه لو أحبك مولاك، لو أحبك رجل من أهل الدنيا له وجاهته ومكانته، ربما تعيش بين الناس عزيزا مرفوع الهامة بهذه المحبة، فكيف لو أحبك مالك الملك وملك الملوك جل جلاله؟ ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. اللهم اجعلنا من أوليائك يا أرحم الراحمين. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذه ثمرة من ثمرات استمرارك وثباتك على طاعة الله جل جلاله. ومن أعظم هذه البركات والثمرات لثباتك على طاعة رب الأرض والسماوات أنها سبب لتفريج الهم والغم والكرب. فتعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، كما قالت الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء، يقول لابن عباس: يعرفك في الشدة. هذا نص رواية أحمد بسند صحيح: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. هذا لفظ الترمذي. وفي لفظ أحمد: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. ومن أعظم بركات ثباتنا على الطاعة التي كنا عليها في رمضان أنها سبب بفضل الله جل وعلا لحسن الخاتمة. أسأل الله أن يختم لي ولكم بخاتمة الإيمان والتوحيد. من عاش على طاعة اقتضى عدل الله سبحانه أن يموت على ذات الطاعة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه، أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فإن عشت على الطاعة التي كنت عليها في رمضان بفضل الله جل وعلا، اقتضى عدل الله أن تتوفى على ذات الطاعة، وأن تبعث إن شاء الله تعالى على ذات الطاعة التي مت عليها. روى الإمام الترمذي وغيره بسند صحيح من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. اللهم استعملنا برحمتك يا أرحم الراحمين، ووفقنا للعمل الصالح وتوفنا عليه بعد طول عمر وحسن عمل يا أرحم الراحمين. إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. من أعجب ما سمعت في رمضان هذا، سمعت عن شاب من شبابنا وعن ولد من أولادنا، وكان بارا جدا بأمه، نام على فراش الموت في ريعان شبابه، لم يكمل 30 من عمره،
وفي لحظات السكرات، في لحظات الكربات، سمعوا هذا الشاب المبارك على فراش الموت يقول كلمات عجيبة عجيبة عجيبة. سمعوه يقول: لا ما اقدرش، ما اقدرش، لازم استأذن أمي. ايه ده؟ هكذا: لا ما اقدرش، لازم استأذن أمي. وظل يردد هذه الكلمات، فأسرعوا إلى أمه التي لم تطق أن ترى ولدها يحتضر، ودخلت غرفتها تبكي، وكان نموذجا في البر بأمه. فأسرعوا إليها وقالوا: إن ولدك يقول كلمات غريبة. فخرجت تجري من حجرتها ودخلت حجرة ولدها وهو على فراش الموت الذي أشرق محياه وتهلل جبينه وبدأ الرشح أي العرق يخرج من جبينه كأنه الجمان أي كأنه اللؤلؤ. وهذه من علامات حسن الخاتمة، فالمؤمن يموت برشح الجبين. أسأل الله أن يختم لي ولكم بالإيمان. فدخلت عليه أمه فسمعته يردد نفس الكلمات: لا ما اقدرش، لازم استأذن أمي. فأقبلت منه وانتظرت، وسبحان الله، قالت: يا فلان، يا فلان، أنا أمك، أنا أمك، أنا أمك. ثلاثا: مع من تتحدث؟ فنظر إليها بعد وقت قصير في لحظة صحوة بين هذه السكرات والكربات، وقال لها: يا أمي، فتاة جميلة لم أر في جمالها قط، جاءت وأراها بين يدي، جاءت تخطبني لنفسها، وأنا أقول لها: لا لا ما أقدرش حتى أستأذن أمي. فقالت: أذنت لك، إنها حورية لك من الجنة، وقد أذنت لك. هل وصلت إلى هذا المرتقى أن تأتيك زوجتك من الجنة لتبشرك وأنت لازلت في دنيانا؟ لا تستكثر هذا، ولا تستعجب من هذا، ولا تستغرب من هذا. ففي هذه اللحظات يعاين المؤمن مقعده من الجنة ومن النار، ويرى مكانته عند العزيز الغفار، بل ويعاين ملائكة الله جل وعلا، فهو يرى الملائكة بعينه ويسمع البشارة: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وصدق ربي إذ يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا، فين وإمتى وهم على فراش الموت، هذا قول، وهم يخرجون من القبور، هذا هو القول الثاني لأئمة تفسيرنا، لأئمة التفسير: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. في الدنيا، نعم في الدنيا، يبشر من ملائكة التثبيت بالجنة وهو في الدنيا على فراش الموت. اللهم ثبتنا في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، والقول الثابت هو قول لا إله إلا الله. أسأل الله أن يختم لي ولكم بها ولجميع المسلمين والمسلمات، إنه ولي ذلك ومولاه. فمن أعظم بركات ثباتك واستمرارك على الطاعة أنها نتيجة، أنها سبب لحسن الخاتمة. والسؤال الآن، وهو الذي من أجله اخترت الموضوع: كيف نثبت على الطاعة؟
كيف نستمر على ما كنا عليه في رمضان من صيام وصلاة وقيام وذكر وقرآن واستغفار إلى غير ذلك من أعمال الخير؟ كيف نثبت على هذا الدرب؟ كيف نثبت على هذا الطريق؟ كيف نستمر على الطاعة حتى نلقى ربنا؟ وستعجبون إذا قلت لحضراتكم بأن أول خطوة عملية على هذا الطريق ألا يرى أي واحد منا نفسه. لا ترى نفسك بطاعتك التي كنت عليها شيئا، أن تتبرأ من نفسك، وأن تتبرأ من حولك، وأن تتبرأ من طولك، وأن تتبرأ من قوتك ومن مددك، وأن تصدق إن تبرأت من كل هذا في طلب العون من الله، فإن أعانك الله فأنت الموفق، وإن لم يعنك فستخذل، إذ لا حول ولا قوة إلا بالله. ألا تعلم أن حبيبنا المصطفى نفسه صلى الله عليه وسلم في حاجة إلى تثبيت من الله عز وجل؟ تدبر هذه. أنا لا شيء، ولا أملك أي شيء، ولا أستطيع أن آتي إلى هنا، ولا أستطيع أن أخرج من فمي كلمة، ولا أستطيع أن أقيم لله في الليل ركعة، ولا أستطيع أن أصوم لله يوما، ولا أستطيع أن أقرأ لله آية، إلا إن وفقني ربي وأعانني. إياك نعبد وإياك نستعين، دعاء تدعو الله به في كل ركعة من ركعات الصلاة قل من ينتبه إليه. إياك نعبد إياك نستعين، أي لا عون لنا على هذه العبادة إلا إن أعنتنا، ولا قدرة لنا على العبادة إلا إذا مكنتنا. فتبرأ من حولك حبيبي في الله، لا ترى نفسك أبدا. أنا لا شيء، لست شيئا على الإطلاق، ولا أملك أي شيء، ولا أستطيع فعل أي شيء، فلا ينبغي أن أرى عبادتي. عبادتك فضل الله عليك، طاعتك محض فضل الله عليك، إذ لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني لا حول لنا ولا قوة لنا على فعل طاعة، ولا حول ولا قوة لنا على ترك معصية، إلا بفضل الله وعونه وتسديده سبحانه وتعالى. اسمع إلى الله جل وعلا وهو يقول لحبيبنا سيد الطائعين: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ولولا أن ثبتناك، الله أكبر، ولولا أن ثبت الله حبيبنا. قرأت الآية مرارا، تدبرها الآن، فأنا أحتاج إلى تثبيت، وأنت تحتاج إلى تثبيت. ولو تدبرت هذه المعاني لورثتك هذه النظرة مزيدا من الانكسار، ومزيدا من الذل للعزيز الغفار، ومزيدا من اللين والرحمة بالخلق، لأن قلبي ولأن قلبك كريشة تقلبها الريح ظهرا لبطن في الساعة الواحدة مئات المرات. لا أملك أي شيء. إذا علمت ذلك، وعلمت أن القلب بيد الله بين أصبعين من أصابع الله يقلبه كيف شاء، إذا علمت أنه لا فضل لي في أي شيء، ازددت ذلا وانكسارا لربي، وازددت رحمة بالخلق، وإحسانا إلى الناس، وإقبالا على الناس. إذا رأيت أحد إخواني على معصية ازددت لله حمدا وشكرا أن حفظني من الوقوع في تلك المعصية، ثم أقبلت إليه لأذكره بالله جل وعلا تذكيرة صاحب القلب الوجل، صاحب القلب الخائف.
تذكير صاحب القلب الوجل وتذكير صاحب القلب الخائف من الله جل وعلا. لن أذكره بكبر ولا باستعلاء ولا بعجب ولا بغرور. فالخطوة العملية الأولى أن نصدق في طلب العون من الله. قال سيدنا رسول الله لحبيبه معاذ بن جبل: يا معاذ والله إني لأحبك. هنيئا لك يا معاذ. يقسم رسول الله لك أنه يحبك: والله إني لأحبك. فأقول: معاذ بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ووالله إني لأحبك. فأقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني. انتبه، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا تنسى أن تطلب العون من الله دبر كل صلاة، أن يعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته. أسأل الله ألا يحرمنا من قبول هذه الدعوة في هذه الساعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الخطوة العملية الثانية على الطريق: القصد والاعتدال. بمعنى لا إفراط ولا تفريط، لا تشدد ولا غلو، لأن النفس يا أحبابي تسأم وتجمح. لا يمكن أبدا أن تستقيم نفسك على طريق واحد، بل تحتاج إلى شيء من التخفيف وإلى شيء من الترويح المباح وإلى شيء من الترويح المباح. وليس كما يقول الخلق ساعة وساعة، يقصدون ساعة للطاعة والأخرى للمعصية. لا، روى مسلم في صحيحه من حديث حنظلة الأسيدي، وحنظلة الأسيدي من كتاب الوحي للحبيب النبي، ويا لها من كرامة ومنقبة. يقول حنظلة رضي الله عنه: لقيني أبو بكر يوما فقال: كيف حالك يا حنظلة؟ فقال حنظلة: نافق حنظلة يا أبا بكر. الله أكبر، نافق حنظلة يا أبا بكر. قال: وما ذاك؟ فقال حنظلة: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار حتى كأن رأي عين. يا الله، يا من خلقت أصحاب النبي سبحانك، يذكرهم رسول الله بالجنة والنار فيخشعون وكأنهم يرون بأعينهم الجنة والنار حتى كأن رأي عين. يقول: فإذا عدنا إلى بيوتنا عافسنا الأزواج، يعني النساء والأولاد والضيعات، ونسينا كثيرا، يعني نسينا الحال الذي كنا عليه عند سيد الرجال. فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله إنا لنلقى مثل ذلك. حتى الصديق: نعم والله إنا لنلقى مثل ذلك. فانطلقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال حنظلة رضي الله عنه: نافق حنظلة يا رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: نكون عندك تذكرنا بالجنة والنار حتى كأن رأي عين، ونبكي وتخضل لحانة، أي من البكاء. فإذا عدنا إلى بيوتنا عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، ونسينا كثيرا. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو تدومون على الحال التي تكونون عليها عندي لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطرقات. ولكن ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة وساعة، بنص الحديث: ولكن ساعة عافس فيها الزوجة والأولاد وانشغل بالضيعات، أي بالتجارة، وساعة ابكي من خشية الله جل وعلا، ولتخضل لحيتك من البكاء من خشية رب الأرض والسماء. هذا هو الحديث. فالنفس جموح، تحتاج إلى ترويح بالمباح وليس بالمعصية. وليس في أول ليلة من ليالي شهر شوال، أو في أول صبح من نهار شهر شوال، ننطلق إلى الذنوب والمعاصي بلا وازع من دين أو
بلا خجل أو حياء أو تقوى إلى غير ذلك. كما نرى القصد والاعتدال، لا إفراط ولا تفريط. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد النبوي يوما، والحديث في الصحيحين، فوجد حبلا مربوطا بين ساريتين أي بين عمودين من أعمدة المسجد النبوي، فقال الحبيب النبي: ما هذا؟ قالوا: حبل لزينب رضي الله عنها، إذا فترت تعلقت به. هل تصورت معي هذا المشهد الرقراق؟ تلزم زينب وتقهر نفسها على القيام بين يدي ربها جل وعلا، إذا فترت، إذا تعبت ولم تستطع أن تحملها قدماها، تتعلق بالحبل لتوقف نفسها بين يدي ربها جل وعلا. فقال الرحمة المهداة: حلوه حلوه. ثم قال: فليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد. وكلكم يحفظ حديث الرهط الذين أتوا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، والحديث في الصحيحين أيضا من حديث أنس: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا عنها كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه؟ فقال أحدهم: أما أنا أصلي الليل ولا أرقد أبدا. وقال الآخر: وأما أنا أصوم الدهر ولا أفطر أبدا. وقال الثالث: وأما أنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبدا. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم وأتقاكم لله عز وجل، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. القصد والاعتدال. تدبروا معي هذا الدعاء النبوي الجليل: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي. الدنيا، يدعو رسول الله ربه أن يصلح له الدنيا. نعم، لأنها مزرعتك للآخرة. الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار غنى لمن تزود منها، ودار نجاة لمن فهم عنها، فهي مهبط وحي الله، ومصلى أنبياء الله، ومتجر أولياء الله، ربحوا فيها الرحمة واكتسبوا فيها الجنة. هذه هي النظرة الشرعية المنضبطة للدنيا. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. والحديث رواه مسلم. هذا الدعاء في صحيح مسلم من دعوات النبي صلى الله عليه وسلم الجامعة. القصد والاعتدال. ثم التنويع. التنويع، ما المراد بالتنويع وماذا تقصد؟ أقصد أن تنوع الطاعة، وأن تنوع وقت الطاعة. سبب من أعظم أسباب الاستمرار على الطاعة، وبالمثال يتضح المقال. قد تلزم نفسك بقراءة جزئين من كتاب الله جل وعلا، وبعد جزء واحد تتوقف، ثم تمسك بيدك أوراق المصحف لتفر الأوراق لترى هل يا ترى كم بقيت لك من الصفحات، تستثقل أن تقرأ هذه الصفحات. بعد ذلك أغلق المصحف، مع نهاية الجزء الأول أغلق المصحف، وانتقل من هذه الطاعة، من قراءة القرآن إلى طاعة أخرى. قم صل ركعتين، اذهب لزيارة مريض، اذهب لزيارة المقابر، اذهب إلى درس علم، اخرج لتزور أمك، اخرج لتزور أخا من إخوانك. غير الطاعة، نوع الطاعة. فلو سأمت نفسك، سئمت نفسك من فعل من أفعال الخير، فتوقف
عند هذه الحالة التي تصيب النفس، فأنت بشر لست ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، ولا ينبغي أن نجنح بالخيال لنتجاوز حدود الفطرة، لا لن تستطيع، وربما تترك الطاعة كاملة برمتها من أولها إلى آخرها. فغير الطاعة، ما لم تكن الطاعة منضبطة مطلوبة في وقت محدد كالصلاة مثلا، لا يجوز لك أن تؤخر الصلاة عن وقتها بدعوى أن نفسك لا تستريح الآن لصلاة الجمعة أو لصلاة الظهر في وقتها، لا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أما إن كانت الطاعة لا وقت لها فغير الطاعة إن شعرت بشيء من السأم أو بشيء من الملل. وربما يسأل طالب علم من أين لك هذا؟ ما دليلك على قضية تنويع الطاعة هذه؟ ما دليلك؟ الدليل ما رواه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة يوما وقال: من أصبح اليوم منكم صائما؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: من تبع اليوم منكم جنازة؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فسأل صلى الله عليه وسلم: من أطعم اليوم منكم مسكينا؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فسأل صلى الله عليه وسلم في الرابعة: من عاد اليوم منكم مريضا؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال المصطفى: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. انظروا إلى هذا التنويع، وانظروا إلى هذا السؤال المحدد المقصود. سأل عن الصيام، وعن اتباع الجنائز، وعن عيادة المرضى، وعن إطعام المساكين في يوم واحد. من منا حرص أن يفعلها في يوم واحد، أن يصبح صائما، وأن يبحث عن جنازة في مسجد جامع ليتبعها، وأن يطعم مسكينا، وأن يعود مريضا؟ ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. نوع الطاعة، ولا تستهن بطاعة، فأنت لا تدري ما العمل الذي يوصله. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال يوما لبلال الحبشي رضي الله عنه: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. هل تدبرت أخي الحبيب؟ النبي يحفظ صوت نعل بلال، لأنه يأتي له كل صباح ليعلمه بوقت إقامة صلاة الصبح، فأصبح صوت النعل في أذن النبي صلى الله عليه وسلم يعرفه. فيقول النبي لبلال: حدثني، أنت بتعمل إيه؟ ما هو العمل العظيم الذي تعمله وتفعله؟ فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. فقال بلال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت لله بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. عمل يسير جدا يوصل بلالا إلى هذه المكانة، والأدلة على ذلك كثيرة. ثم غير وقت الطاعة إن لم تكن الطاعة مرتبطة بوقت محدد، غير الوقت. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا، والسداد هو الاستقامة. لا أستطيع، فأنا بشر لست ملكا ولا نبيا، وقاربه فسددوا، فإن لم تستطيعوا قاربوا، فسددوا وقاربوا، انتبه، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. انظروا إلى هذا التنويع، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. بالغدوة أي في الصباح الباكر، اجلس في هذه الساعة واستعن بالجلوس في هذه الساعة في ذكر الله تبارك وتعالى على سائر النهار،
والروحة أي في المساء، والدلجة أي في الليل، فالليل أنس المحبين وروضة المشتاقين، وإن لله عبادا يراعون الظلال بالنهار كما يراعي الراعي غنمه، ويحنون إلى غروب الشمس كما تحن الطير إلى أوكارها، حتى إذا ما جنهم الليل واختلط الظلام ونصبت الفرش وخلى كل حبيب بحبيبه، قاموا فنصبوا إلى الله أقدامهم وافترشوا على الأرض جباههم وناجوا ربهم فقرأوا قرآنه وطلبوا إحسانه وإنعامه، فوالله إن أول ما يعطيهم ربهم أن يقذف من نوره في قلوبهم. استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. أكملوا ما تبقى من بعض الوسائل للثبات والاستمرار على الطاعة بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، البشير النذير، السراج المزهر المنير، خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما، لبنة تمامهم ومسك ختامهم، رافع الإصر والأغلال، الداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحوال. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثالثا، التدرج، التدرج في الطاعة. وأرجو أن ينتبه إخواني وأخواتي إلى قضية التدرج في الطاعة، لأن البعض حتى من الدعاة إلى الله قد أساء فهم هذه القضية، فيقول أحدهم لامرأة متبرجة يريد أن يأمرها بالحجاب الشرعي، فيقول لا حرج، غطي رأسك، غطي رأسك، ولا مانع أن تلبسي البنطال الضيق والبلوزة الضيقة أو البضي، لكن ابدأي بتغطية الرأس. هذا دجل وكذب وضلال في ضلال، وليس هذا من التدرج في شيء. إن كان ذلك كذلك فأنا أدعو من لم يصلي وأقول تعالى تدرج في الصلاة، صلي معنا صلاة العشاء ركعة واحدة وانصرف أنت، وبعد شهر صلي العشاء ركعتين. هذا خبل، هذا خبل وخلل. أما التدرج في الطاعة معناه ابدأ بوجه واحد من كتاب الله جل وعلا، ثم بوجهين، ثم بربع، ثم اقرأ ربعين، ثم اقرأ ربع جزء، ثم اقرأ نصف جزء، ثم اقرأ جزءا، ثم اقرأ جزئين، ثم اقرأ ثلاثة أجزاء. هذا هو التدرج في الطاعة. ابدأ بركعة في صلاة الليل ثم زد فصل ثلاثا، ثم زد فصل خمسا، ثم زد فصل إحدى عشرة ركعة، واستمر على ذلك وسترى الأمر مريحا وسهلا، وسترى أريحية عجيبة إن تدرجت في الطاعة. أما أن يخرج أحد أحبابنا من رمضان بشحنة إيمانية هائلة وأن يلزم نفسه بقراءة خمسة أجزاء في اليوم، فأقرأ الخمسة أجزاء في اليوم الأول، وربما في اليوم الثاني، وربما في اليوم الثالث، وفي الأسبوع الثاني يقرأ أربعا، وأنتم تعلمون الباقي. قد يترك القرآن بالكلية قبل رمضان بشهر أو شهرين إلى أن يدخل عليه رمضان المقبل، لأن النفس جموح. هذا هو المراد بالتدرج في الطاعة. وأرجو أيضا أن ألفت الأنظار إلى قضية التدرج في التشريع، فرق بين التدرج في الطاعة والتدرج في التشريع. التدرج في التشريع انتهى زمنه بموت المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا ينبغي أن يقول أحد ينسب إلى العلم التدرج مسنون، لأن التدرج في التشريع
وارد يا أخي. التدرج في التشريع مضى زمنه بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعدما نزل قول الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم أيضا أنا لا أنكر فقه الأولويات في الدعوة إلى الله، فشتان شتان بين هذا وبين ما أؤصله. فقه الأولويات علمنا إياه رسولنا، فقال لمعاذ بن جبل كما في الصحيحين: يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب، فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، أو فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. لا يجوز أن تدعو أحدا إلى الصلاة قبل أن تدعوه إلى تحقيق التوحيد لله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله جعل في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أرجو من أحبابنا ومن طلبة العلم أن يقفوا على مثل هذه الفروق حتى لا نخلط بين التدرج في الطاعة وبين التدرج في التشريع وبين التدرج في الدعوة إلى الله من منطلق فقه الأولويات. فلا يجوز لداعية فقيه أن يرى رجلا يمسك بيده كأس خمر ويمسك في اليد الأخرى سيجارا أو سيجارة لينطلق له ليعقد معه قضية كبيرة أو مجلسا طويلا عن حكم حرمة التدخين دون أن يبدأ بحكم حرمة الخمر. فليس هذا من فقه الدعوة وليس هذا من فقه الأولويات في الدعوة إلى الله جل وعلا. فالتدرج معناه أن تبدأ بالطاعة التي تحبها، قد تحب أنت مجلس العلم، وقد يحب أخي الصلاة بالليل، وقد أحب أنا طلب العلم، وقد تحب أنت الإنفاق، وقد يحب أخي أن يزور المقابر وأن يزور المرض، وقد يحب والدي أن يتحرك لقضاء مصالح الناس. ابدأ بالطاعة التي تحبها والتي تراها قريبة من قلبك، ثم أختم بصحبة الصالحين والأخيار، فهي من أعظم الوسائل على الثبات، من أعظم وسائل الثبات على طاعة العزيز الغفار، لأن الهمة تعلو برؤية أصحاب الهمم العالية، ولأن الهمة تفتر وتصبح دنيئة إذا صحبت أصحاب الهمم الدنيئة وأصحاب الهمم الضعيفة. وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. وإذا كانت النفوس كبارة تعبت في مرادها الأجسام. اصحب الأخيار والأطهار ممن تذكرك وجوههم ناهيك عن كلماتهم وأفعالهم بربك جل وعلا وبنبيك صلى الله عليه وسلم. والأمة لا تخلو منهم أبدا، الأمة لا تخلو من هؤلاء الأخيار أبدا، ممن إذا نظرت إلى وجه الواحد منهم ذكرت الله. اللهم اجعلنا منهم بمنك وكرمك. خير عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، وشر عباد الله المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العيب، وفي لفظ الباغون للبراء العنت. هذه بعض الوسائل، أسأل الله جل وعلا أن يعينني وإياكم على تطبيقها وعلى الاستفادة بها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما سلمتنا رمضان فتسلمه منا مقبولا يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا هذا الشهر برضوانك واجعل مآلنا إلى جنانك. اللهم تجاوز عما كان منا من ضعف أو خلل أو تقصير أو نقصان. اللهم إنك أهل التقوى وأهل المغفرة ونحن أهل المعاصي، فاغفر لنا يا أهل التقوى ويا أهل المغفرة. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع الكريم المبارك ذنبا إلا غفرته،
ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبتته، ولا طائعا إلا زدته وثبتته، ولا طائعا إلا زدته وثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اصفر نساءنا واحفظ بناتنا وأصلح شبابنا ورب لنا أولادنا. اللهم رب لنا أولادنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم اجعل بلدنا مصر واحة للأمن والأمان وجميع بلاد المسلمين. اللهم ارفع عن بلادنا الغلاء، اللهم ارفع عن بلادنا الغلاء، اللهم ارفع عن بلادنا الغلاء والوباء والبلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن، وجميع بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لكل ما تحبه وترضاه، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة يا رب العالمين. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويلقى بي في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم بي وأنساه، وأرجو أن تتقدموا قليلا لأنني أرى بعض إخواننا يقفون في الشارع. أسأل الله أن يتقبل منا منهم، وأقم الصلاة.